Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Putriani, kelas 6 SD Juara Bandung. Hari ini saya akan membacakan surat Abasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.